قال وزير المالية محمد معيط أن الوضع المالي للاقتصاد المصري حاليا يعد أفضل من أوضاعه قبل 2011 بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية. جاء ذلك خلال افتتاح مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الأفريقي عن طريق المشروعات الصغيرة، أحد الفعاليات الدولية المقامة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وأشار معيط إلى زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضع مصر ضمن الدول الأعلى نموا في الشرق الأوسط. دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر البنك الدولي وصندوق النقد إلى دعم الدول النامية في التجارة البينية وجذب الاستثمارات في ظل التوترات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. جاء ذلك في كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة 24 الدولية على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقالت نصر أن مصر وفرت البيئة المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا. من جانبهما أعلنت مديرة صندوق النقد والمديرة الإدارية للبنك الدولي تبني الصندوق والبنك لدعوة الوزيرة والعمل على دعم الدول النامية.